بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. وصلنا لآخر محاضرة من محاضرات الفاينل للإثكس. المحاضرة طبعا بتحكي عن يعني عدة خلينا نحكي عدة أمور، أوكي، بتتعلق بالبيشنت ريليشن شيب مع الفيزيشن، أوكي. فخلينا نقول بسم الله. هسه خلينا نحكي عن أول نقطة اللي هي البيشنت فيزيشن ريليشن شيب وذاوت الكونسنت، أوكي. في بعض الحالات هسه عادة إيش اللي بيصير قبل ما تتشكل البيشنت فيزيشن ريليشن شيب؟ بيكون في عنا احنا كونسنت، انه بيجي المريض للطبيب بيقول له يا دكتور عالجني مثلا، اوكي. فهون صار في عنا كونسنت. هسه في ببعض الحالات ما بناخذ الكونسنت تاعت المريض. متى هاي الحالات؟ بقول لنا سم تايمز ات كود بي كريتد وذاوت الاكسبليسيت اجريمنت، اوكي. عاده بتكون امبليسيت. فاول حاله اذا كان في عنا احنا ايمرجنسي كير or care at the request of the patient's treating physician. اوكي، بالنسبه للامرجنسي كير، مريض وقع على الارض بتعالجه او حبيت تعالجه مثلا، مسكته عالجته، حلو. فبالتالي او مثلا انت كنت بقسم الطوارئ ونقلوا لك مريض، اوكي، هذا المريض مثلا مغمى عليه او اشي بلشت تعالج فيه انت، فهون العلاقه اللي بينكم بتكون implicit. اوكي، the agreement to the relationship is implicit بدون ما يحكي. هسه بالنسبه للكير ات ذا ريكوست اوف ذا بيشنت تريتنج فيزيشن، يعني مثلا كان هذا اصلا بتعالج عند دكتور معين والدكتور هذاك حوله الك، اوكي. فبهاي الحاله زي ما قلنا ذا بيشنتس اجريمنت تو ذا ريليشن شيب از امبليسيت. مثال اخر، وين ذا فيزيشن بروفايدز ميديكلي ابروبريت كير فور ا بريزنر اندر كورت اوردر، اوكي. اذا جابوك على السجن تعالج احد المساجين، اوكي، فان كيبينج وذ ايثكس جايدنس اون كورت ان انيشيتد تريتمنت. أو ممكن أيضاً when the physician examines a patient in the context of independent medical examination IME, okay, in keeping with ethics guidance. Okay, in such situation a limited patient physician relationship will exist. Okay, هسه شو ال IME؟ ال IME هو عبارة عن medical evaluation used to resolve questions about a medical condition. Okay, ببعض الحالات مثلاً شركات التأمين بتصدقش الطبيب، اوكي. مثلاً طبيب بيقول لك إنه هنعمله عملية 1 2 3، فشركة التأمين بتقول لك لا احنا مش مصدقين، انتم مثلا بدكم تعملوا زي هيك عشان يعني تغرمونا زيادة او ندفع زيادة مصاري. فبتطلب شركة التأمين انه ينعمل independent medical investigation او examination ويردوا يفحصوا المريض عشان هم يقرروا انه نعم هل بالفعل محتاج هاي العملية ولا مش بحاجة هاي العملية. او حتى بحالات بعض القضاء مثلا لما يصير في مثلا تعويض او القصاص او غيره مثلا، اوكي، زي حوادث السيارات وكذا، ولما يصير فيه لازم تعويض الشركات ممكن تطلب او القاضي نفسه ممكن يطلب independent medical examination بحيث نتاكد انه ما فيش طرف قاعد بيحاول يضحك على الطرف الثاني، اوكي. فاي من الحالات، فهذول الحالات اللي هي emergency or request of patient of patients treating physician or appropriate care for prisoner or IME، هذول هم الحالات اللي ممكن يصير في عندنا احنا patient physician relationship without consent، اوكي. ناو بالنسبة للبروسبكتيف بيشنت، البيشنت الفيوتشر بيشنت خلينا نسميه، اوكي، البيشنت اللي حيصير بيشنت، شو الوضع؟ هسه بقول الفيزيشنز they dedicate their self to protecting the well-being of patients، ولكن مش بس هيك، وانما ايضا في عندهم ethical obligation to provide care in cases of emergency of medical emergency. حلو، ففي عندنا احنا بعض القوانين انه you must not discriminate against، او مش قوانين يعني ethical practices، and you must not discriminate against a prospective patient based on any personal or social characteristics that are not clinically relevant in that case. Okay. فايش الوضع؟ انه ما بصيرش يكون في اي discrimination ضد هذا المريض، لا لعرقه، لا لجنسه، لا للونه، لا ابصر شو، لا لجنسيته. ما يصير في اي سبب للdiscrimination يخليك مثلا انك ترفض تعالج هذا الطبيب. Okay. You may not decline a patient based solely فقط on the infectious disease status. انه والله تقول بديش اعالج هذا المريض والله بس لانه في عنده هذا الانفكشن، اوكي، مزبوط هيك. Or ايضا سوري ايضا you should not decline patient for whom they've accepted a contractual obligation to provide care. اذا في بينكم عقد على ورق موقع انه راح تعالجه، ما بتقدرش بتقدرش انك شو اسمه تتركه زي هيك. اوكي، هسه declining الpatient physician relationship الناس تنلغي الpatient physician relationship، قلنا يعني اذا بدنا هاي. ف when you want to decline it, okay, you can decline it, you can decline to establish a new relationship or okay or انك تطرد an existing patient. حلو،
ف declining to establish a patient a patient physician relationship with a prospective patient. هاي في حالة إنه إجاك مريض مثلا وبدك شي تعالجه، أوكي؟ or provide or to decline providing specific care to existing patient. أوكي؟ مريض أصلا عندك وطلب منك مثلا treatment معين، تقول له لا روح. حلو؟ هسا شو من الحالات أو شو من limited circumstances؟ أول إشي إذا الـ patient requested care that is beyond the physician competence or scope of practice، الطبيب بقدرش يعمل هاي العملية، ما بقدر أعمل هاي العملية، ليش عملها؟ حلو؟ or that intervention was scientifically invalid، أوكي؟ المريض مفكر إنه هذا ممكن يكون مفيد ولكن فعلياً لا مش مفيد and has no medical indication or it cannot reasonably be expected to achieve the intended clinical benefit. إذا برضو حتى الطبيب سوري المريض ممكن يكون شايف انترفنشن معين يقول لك اه هذا ممكن يفيدني، ولكن الطبيب بيشوفه بيقول لك لا هذا مش راح يفيدك. اوكي؟ اور اذا كان الريكوست از انكومباتبل وذ ذا فيزيشنز ديبلي هيلد بيرسونال ريليجيوس اور مورال بيليفز. اوكي؟ اذا كان تتعارض مثلا مع هاي الامور البيليفز تاعت الفيزيشن ممكن يرفض الكير. ايضا من الاذر ليميتد سيركمستانسز يلي بيخلي الطبيب تو ديكلاين البيشنت if the physician lacks the resources needed. اوكي اذا اجى طبيب اذا اجى مريض سوري بده عمليه معينه ولكن انا ما عنديش المواد او الموارد لاني اقدر اعمل لك العمليه، فيعني شو الواحد يعمل؟ بده يرفضه. or اذا كان تلقيك لهذا المريض will compromise the physician's ability to provide the care needed by other patients. اوكي فزي ما قلنا استقبالك لهذا المريض will compromise your ability لانك تستقبل other patients. اوكي هسه الطبيب مطلوب منه to promote access to care. اوكي اذا بدي انا اوقف الكل عشان استقبل هذا المريض مثلا ويعطلني ويعطل الناس، هيك احنا we impeded اوكي الاكسس تو كير عن الناس، الناس بطلوا يقدروا يوصلوا للاكسس تو كير. اوكي فبالتالي لا احنا بنرفض هذا المريض ونمشي العشر مرضى اللي كان ممكن نوقفهم بسببه. هسه طبعا the greater the prospective patient's medical need the stronger the physician's obligation is to provide the care. يعني بطبيعه الحال اذا كان فعليا بحاجه في فرصه كويسه انه لا ممكن الطبيب بالفعل يقبله. واخر واحد من هذول الظروف انه if the individual is abusive or or threatens the physician staff or other patient. اذا كان مثلا المريض وقح مثلا او كان مثلا دفش مثلا او جاي مثلا يسوي مشاكل وكذا ممكن واحد يطرده. حلو هسه unless the physician is legally required to provide emergency medical care، يعني مثلا ممكن يكون هذا رتبته اعلى منه هذا الانسان الوقح يكون مثلا مسؤول عنه او مثلا يكون في ناس يعني مجبرينه انه يعالجه اوكي بالقانون مثلا. اوكي طبعا الفيزيشن لازم ايضا يحط بعين الاعتبار انه ممكن المريض هذا نفسه بسبب حالته المرضيه بسبب انه تعبان وكذا ببلش يخبص يعني بالكلام. هسه بالنسبه للبيشنتس رايتس، اوكي المريض له بعض الحقوق يلي لازم نحترمها. so the health and well-being of patients depends on collaborative effort between patient and physician in a mutually respected alliance. اذا المريض والطبيب عادة بيكونوا متفقين على بعض الأمور، أوكي؟ يلي خلنا نحكي هي عبارة عن جهود مشتركة إنهم يدعموا هذا التحالف اللي بينهم. كيف يعني؟ المريض بده يقدم شغلات والطبيب أيضاً بده يقدم شغلات. المريض كيف بيقدم؟ شو بيقدم؟ by fulfilling responsibilities they have to seek care and be candid with the physicians. أوكي؟ إذا المريض بده يورجي إنه أنا جاي أتعالج فعلياً، أوكي؟ مش جاي ألعب. والphysician أيضاً contributes by serving as their patients' advocates and by respecting their rights. اوكي اذا الطبيب كيف هاي عن طريق انه اول شيء يوجهه للاتجاه الصحيح ويحترم رغباته. هسه شو هم الرايتس فور ذات بيشنت اللي بدنا نحترمهم؟ courtesy respect dignity timely responsive attention to their needs. اذا بدك تحترمه اوكي هو مش جاي يعني يشحد منك ولا جاي يبهدلك ولا اللي هو مريض جاي عندك فبالتالي بدك تعطيه احترامه وكرامته وكذا اوكي. وايضا التايملي ريسبونسيف اتنشن مهم جدا، بقول لك 66% من البريجننت وومن يلي ماتوا قبل الولاده اوكي كان السبب انه تاخروا عليهم اوكي تاخر العنايه الصحيه بانها تيجي عليهم فبالتالي ماتوا اوكي فبالتالي بدنا احنا التايملي اتنشن. ايضا من حق المريض تو ريسيف انفورميشن فروم ذير فيزيشن اند هاف ذا اوبورتونيتي تو ديسكاس البينيفيتس ريسك كوست الى اخره. اوكي اذا المريض لازم من حقه انه توصلوا معلومات، من حقه انه يتناقش بهاي المعلومات، يتناقش بالسعر، يتناقش بالبينفيت بالريسك، هل هاي العمليه خطيره هل مش خطيره هل ابصر شو، يكون عنده علم عن خلينا نحكي البيئه المحيطه فيه.
So the patient should be able to expect that their physician will provide guidance about what they consider the optimal course of action. إذا المريض بتوقع من الطبيب إنه يعني راح يعطيه راح ينصحه راح يوجهه للإشي الصح. Okay, based on their objective professional judgment. أيضا من حق المريض to ask questions about their health status or recommended treatment. إذا من حق المريض يسأل الدكتور يقول له شو بتنصحني شو أعمل شو العلاج اللي أمشي عليه هل أنا وضعي خطير هل وضعي مش خطير. Okay. And they do not fully understand what is يعني إذا مثلا ما كانش فاهم شو اللي قاعد بيصير مثلا مطلوب من الطبيب إنه يفهمه ويجاوب على أسئلته. أيضا من حقه to make decisions about the care the physician recommend. Okay. هسا الطبيب رح يقترح بعض العلاجات ولكن قلنا احنا الـ competent patient الـ patient that has decision making capacity المفروض يكون عنده هو القدرة انه يرفض او يقبل هذا الـ treatment بغض النظر ايش هتكون العواقب. اوكي فبالتالي من حق الـ patient to make decision about الـ physician's recommendations. To have the physician and other staff respect their privacy and confidentiality. اوكي يحترم خصوصياته ويعني اسراره. من حقه أيضا to obtain copies or summaries of their medical records. الواحد لازم يعني يكون عنده قدرة إنه يحصل ملف طبي سجله الطبي. Okay. And to obtain a second opinion. إذا مثلا أعطينا treatment option هو مش عاجبه بده خيار ثاني بدك تقدم له خيار ثاني. The patient right is to be advised by any conflicts of interest. إذا كان في أي تعارض للمصالح بين الطبيب والمريض الطبيب لازم يبلغ المريض ويقول له إنه هون في تضارب بالمصالح بيننا. حلو عشان يكون هذاك حاسب حسابه. وايضا من حقه الكونتينيوتي اوف كير. اوكي سو عاده نتوقع ان الفيزيشن ويل كوبريت ان كوردينيتنج الميديكال انديكيتد كير وذ اذر هيلث كير بروفيشنالز. اوكي وايضا نتوقع ان الفيزيشن مش راح يزت المريض بنص الطريق. اوكي هي ويل نوت ديسكونتينيو تريتينج ذم وان فيذر تريتمنت از ميديكال انديكيتد وذاوت جيفينج ذم سفيشنت نوتس and reasonable assistance in making an alternative arrangement. Okay. إذا قلنا إذا الطبيب قرر إنه خلاص زيق من المريض وبده يزته لازم أول إشي يعطيهم خبر قبل بفترة. ثاني إشي يساعده بإنه يرتب ويلاقي طبيب آخر اللي هو يستلمه يعني ويزهق عيشته. Now the patient responsibilities. حكينا هون عن حقوق المريض. هسا المريض فيه له بعض الواجبات اللي لازم يعملها. Okay. So the autonomous competent patient control the decision that direct their healthcare. Okay. So with that exercise of self-governance and choice comes number of responsibilities. إذن هذا المريض اللي قدامك عاقل. فكون مريض عاقل أنت بتتوقع منه إنه يكون يعني على الأقل متجاوب معك. إذا سألته عن شغلة هيعطيك يعني هيعطيك الجواب. سألته مثلا بوجعك هيقول له بوجع مثلا أو لا. تطلب منه الهيستوري هيعطيك الهيستوري. تطلب منه يلتزم بخطة دوائية حيلتزم المفروض. فأنت بتتوقع بما أنه هذا الإنسان autonomous competent عاقل المفروض الكلام اللي تحكي له إياه راح يكون واعي ويتصرف بشكل مناسب. So إيش هم هذول responsibilities؟ أول شيء المريض مطلوب منه to be truthful and forthcoming with the physician and strive to express their concerns clearly. Okay. إذا الطبيب سأل المريض شغل المريض بده يجاوب المريض حس بشغل مثلا إنه غلط مطلوب منه المريض مش إنه بس حق له لا مطلوب منه إنه لازم يعبر يقول أنا هيك مش مرتاح مثلا أو أنا هذا الإشي عندي 1 2 3 وضح لي okay. عشان نقدر نضمن إنه يكون حي متعاون لقدام. So physicians likewise should also encourage the patient to raise question or concern. إذا أيضا الطبيب لازم يعطي المريض فرصة إنه يسأل أسئلة. ايضا من واجبات المريض to provide as a complete medical history as they as complete medical history as they can. اذا سالته انت عن الميديكال هيستوري ما يقعدش يخبي ويخليك تتحذر ومش عارف ايش لا بده خلص يقعد يحكي لك 1 2 3 يعطيك الباست illnesses medications hospitalizations family history other matters that are needed. اوكي ما يقعدش يخبي عليك المعلومات. ايضا نتوقع من المريض to cooperate with agreed on treatment plan. اذا حطينا احنا خطة علاجية اتفقنا مع المريض انه 1 2 3 بدك تمشي على هذا الدواء انت بدك تتوقع منه to be adherent to that plan. اوكي ما يقعدش يلعب مش قاعد تتعامل مع انت مع ولد صغير. اوكي فاتفقتوا على خطة علاجية بده يلتزم. So adhering is often essential خصوصا لما يكون في عندك امراض يعني بتنتقل بالعدوى. ايضا نتوقع من المريض to accept care from medical students residents and other trainees under appropriate supervision. اذا مثلا بدنا ندرب عليه الطلاب يعني نتوقع منه اخلاقيا المفروض يسمح بهذا الاشي لانه هم بيكون في mutual benefit انت اول شيء بتتعالج وهو قاعد بتعلم. حلو ولكن مع ذلك بقول لك اذا المريض رفض
اوكي يعني بدنا نحترم رفضه. ايضا نتوقع من المريض to meet their financial responsibilities or discuss financial hardships with their physicians. اذا المريض مثلا متوقع منه انه اول شيء حيلتزم بالدفع، اذا كان عنده مشاكل بالدفع مثلا او مشاكل بالمصاري المفروض يحكي يوضح يا جماعه الخير انا والله عندي 1 2 3 مش راح اقدر التزم معكم بشكل تام، حلو؟ مش انه يقعد يتهرب وكذا وكذا وكذا. So the patient should be aware of the cost associated with using limited resources زي الهيلث كير، لازم يكون عارف انه انا رايح مثلا المستشفى يعني it won't be cheap. اوكي؟ ايضا بنتوقع احنا من البيشنت تو ريكوجنايز ذات ا هيلثي لايف ستايل كان اوفن بريفنت إلنس. اذا مش والله المريض اجى على المستشفى عالجناه اعطيناه الدواء وكذا وخلص روح على الدار وخذ راحتك، لا، المفروض المريض يحسن من حياته، يحسن من اللايف ستايل تاعه بحيث انه يبعد المرض او يعني يسيطر على المرض، مش انه اول ما روح على البيت يرجع المرض يخبطه من جديد. حلو؟ فهي هي ايضا نتوقع من المريض to be aware and refrain from behavior that unreasonably places the health of others at risk. اذا ما يقعدش يتبل مثلا، خلاص انت عندك انت مثلا مرض معدي اقعد بالدار مثلا او ما تروحش تعدي الناس. اوكي prevent the transmission of infectious diseases. اوكي ايضا refrain from being disruptive in the clinical setting. اذا اقعد عاقل بالكلينيكال سيتنج، ما تقعدش مثلا تطلع صوت مثلا او تزعج الناس، تزعج المرضى مثلا، تاذي الناس وكذا. اوكي اقعد عاقل. refrain from not knowingly initiating or participating in medical fraud. اوكي اذا الواحد يدير باله انه مثلا ينضحك عليه، اذا من مسؤوليه المريض انه ما ينضحك عليه، يكون مصحصح شوي. اوكي هاي طبعا هون صار في خربطه شوي بالهاي من سلايدات يعني. ايضا من واجبات المريض to report illegal or unethical behavior. اذا المريض شاف في illegal behavior or unethical behavior مطلوب منه انه يروح يبلغ عليه يفتن عنهم. اوكي so that the appropriate last words يتصرفوا. هسه خلصنا اول part. part الثاني خلنا نحكي ايضا عن the patient behaviors. اوكي هسه حكينا the patient المفروض يقعد عاقل، هسه خلنا نحكي ايش الامثلة اللي المريض بيكون disruptive behavior. شو disruptive behavior of that patient. So the relationship between patient and physician زي ما قلنا it's based on trust. Okay? Should serve to promote patient well-being while respecting their dignity and right. Okay? إذا لازم يكون في بين الطبيب والمريض علاقة مبنية من الثقة، وأيضا لازم يكون في بينهم احترام لكرامات بعض وحقوق بعض. Disrespect or derogatory language or conduct on the part of either سواء physician or patient can eliminate trust and compromise the integrity of the patient physician relationship. هاي كلام خطير. المهم الفكره وما فيها بقول لك انه اذا سواء الطبيب او المريض واحد فيهم حيقعد يسبسب مش راح يحترم الثاني، راح يكون انسان فظ مثلا وراح يكون انسان مثلا سيء بالتعامل، هذا الاشي اكيد يعني راح يخرب العلاقه بين الطبيب والمريض. اوكي so it can make members of target group ايضا reluctant to seek care. اذا انت مثلا قاعد انت بتسبسب مثلا مش عارف ايش راح تخوف المرضى الثانيين اللي قاعدين. اوكي فالواحد بيقول خلاص انا باجيش على المستشفى بلاش هسه يجيني واحد مجنون مثلا يدق فيا، فهاي الشغله. فلذلك مطلوب من المريض انه لا يقعد عاقل. فزي ما قلنا it could also create an environment that strains relationships among the patients with physicians with health care team. trust can be established and maintained when there's mutual respect. حلو اذا التراست متى بتكون موجوده؟ لما يكون في عنا احترام متبادل بين الطرفين. therefore in their interaction with patients الفيزيشن لازم يدير باله من عده شغلات يعني يخلي باله منها. اول شيء لازم ينتبه دائما انه derogatory or disrespectful language can cause psychological harm to those that were targeted. يعني ابسط مثال اذا بتيجي بتسبع واحد راح يزعل، ببساطه بتيجي بتتنمر على واحد الشيء المتوقع منه انه راح يزعل. اوكي فهون الفكره انه الديسريسبكت توارد سام بيبل راح يسبب لهم سايكولوجيكال هارم. ايضا الطبيب لازم يكون يخلي بباله انه اولويز تريت ذير بيشنت وذ كومباشن اند ريسبكت. اذا خلاص دائما بدك تحترم مرضاك مين ما كان، حاول قدر الامكان تحترمه. ايضا terminate the patient physician relationship with a patient who uses derogatory language or acts in prejudicial manner. اوكي طبعا if the patient will not modify the conduct. اذا مثلا عندك انت مريض مش راضي يقعد عاقل، بضل مثلا يسبسب، بضل مثلا يقلل احترامه للناس الموجودين حوله، فانت بدك تقعد معه تحكي له والله انه احنا هيك مثلا مش راح نقدر نكمل،
فبالتالي يا تحسن اسلوبك يا اما ننقلك على دكتور ثاني. طبعا بهالحاله يو شود ارينج ا ترانسفر اوكي للبيشنت. اي خلصنا. هسه المريض هذا الزنخ بدنا ننقله، فايش بندخل على الكونسلتيشن ريفرال اند سكند اوبينيون. هسه ممكن لاي سبب من الاسباب زي ما قلنا انه نضطر المريض ننقله، سواء كان المريض بقعش عاقل، سواء كان مثلا بتطلب عمليه معينه انا بقدرش اعملها وانما طبيب اخر بيقدر يعملها، سواء هذا كان يصب في مصلحته الشخصيه، مصلحه المريض، مصلحه البيئه العامه، بغض النظر في اسباب تتطلب انه المريض حينتقل من طبيب الى اخر. حلو. ف physicians obligation to promote the patient's best interest can include consulting other physicians for advice or referring the patient to them. Okay. إذن عشان نقدر نحقق مصلحة هذا المريض ممكن إما إني ألجأ لإني آخذ نصيحة من other physicians or okay إني أنقل هذا المريض كله أزدته على طبيب ثاني. When physicians seek or provide consultation about patient care or refer to patient healthcare services في عنا بعض الشغلات اللي لازم نحطها بعين الاعتبار. شو هم؟ أول واحدة بقول لك you should base the decision or recommendation on the patient's medical needs. إذا أنا قاعد بنقل هذا المريض مش لأنه والله هذاك صاحبي ومش قاعد بيشتغل وبده شغله مثلا، ولا لأنه أنا زهقان مثلا ومش طايق حدا وخلص بديش أتعامل معه، لا. بتنقل المريض فقط لأنك أنت بتعتقد أنه this will be the best course of action، أوكي؟ عشان نلبي احتياجات المريض. أوكي؟ as the word for any other treatment recommendation وكذا اوكي okay. خلينا نحكي الريفيرال هذا ممكن نعتبره زي كانه تريتمنت ريكومنديشن اوكي. فلما بدك تيجي تنقل المريض من عندك الى طبيب اخر لازم تنقله فقط لانه هذا الشيء الانسب اوكي okay. مش لانك زهقت منه وخلاص بدك تزته. share patients health information in keeping with ethic guidance on confidentiality اوكي okay. اذا هسه انت كان عندك طبيب، كان عندك مريض بدك تنقل لطبيب اخر، اكيد راح تنقل معه بعض المعلومات عشان يعرف يتعاملوا معه، اوكي؟ فلما تيجي تنقل هاي المعلومات بدك تنقلها مع احترام الكونفيدنشاليتي، انه ما تتسربش هون ولا هون، اوكي؟ تنقل له المعلومات كامله، تتاكد انه وصلته ما وصلتش لغيره، ويعطيك العافيه. In a secure manner. Assure that the patient, sorry, assure the patient that they may seek a second opinion or choose someone else. اوكي اذا انت بتحكي للطبيب للمريض انه انا مش قاعد والله بنفيك بزتك على هذاك الطبيب، اذا ما عجبك بتدور لك على طبيب ثاني مثلا تدلل. حلو. فهي هون الفكره وي اشور البيشنت انه الاوبشن هذا ما عجبك ممكن تدور لك على اوبشنز اخرى، اوكي ممكن تنقي انت شخص اذا بدك اوكي من بين يعني نعطيه خيارات وتنقي. So the physician should argue sorry so should urge patients to familiarize themselves with any restriction associated with the individual health plan that may bear on their decision. إذا الواحد لازم يعني أيضا أنت برضو بدك تحكي للمريض خلينا نحكي الكوست المترتبة، الريسكس المترتبة، الريستريكشنز المترتبة على هاي النقلة اللي بدها تصير، يعني بدك تجهزه لهاي الأمور. Explain the rationale for the consultation. يعني بدك توضح للمريض ليش انت قاعد تنقله، هل مثلا انا مش قادر مثلا استلمك، ولا هل مثلا الموارد اللي عندي مش كافيه، هل مثلا هذاك انا شايفه افضل، بدك توضح له هاي الامور. Respect the terms of any contractual relationship they may have. اوكي اذا ممكن يكون انت بينك وبين المريض هذا عقد موقعه، ممكن هذا العقد ما بيسمح لك انك تعمل consultations او referrals او اللي هو اوكي، فبدك انت تتاكد انه you are conforming with the العقد اللي بينكم. طبعا physician may not يعني should not terminate a physician patient relationship solely because the patient seeks recommendation or care from a health professional whom you didn't recommend. يعني انه بخونك مع دكتور ثاني، رايح عند دكتور ثاني فانت تقول له خليه ينفعك وتكنسل العلاقه، لا بزبطش هذا الحكي. اوكي يعني مجرد انه قاعد بشوف دكتور ثاني غيرك هذا مش مبرر انك انت خلص تخلص منه وتزده. حلو حلو. هسه نحكي عن بعض الامور يلي من شأنها انها تلطف العلاقه بين الطبيب والمريض اوكي، وتعملهم خلينا نحكي اتموسفير اوف كومفورت اوكي. سو هسه احنا اللي بهمنا انه يكون في عندنا كومفورتبل اند كونسيدريت اتموسفير بين البيشنت والفيزيشن اوكي، عشان نقدر نحقق الريسبكت فور ذا بيشنتس ديجنيتي اوكي، كرامته نحترمها. من هاي الامثله بروفايدنج ابروبريت جاونز مثلا، كل جاون يكون مثلا الوانه كويس، مثلا يكون شكله كويس وكذا. برايفت فاسيليتيز فور اندريسنج اوكي، يعني يكون في مثلا غرفه للتبديل. سنسيتيف يوزج اوف درايبنج،
clearly explaining various components of the physical examination. بدك مثلا تيجي تفحص المريض بدك تقول له انا والله عم بعمل زي هيك لانه كذا كذا كذا. حلو. وايضا من اهم هاي الشغلات having chaperones present. اوكي ايضا لانه having chaperones present ممكن يخفف المس اندرستاندينج بين البيشنت والفيزيشن. اوكي فهذول الامور كلها يعني خلينا نحكي بتلطف العلاقات بين الطبيب والمريض بحيث انه to make it less awkward, to make it more comfortable بينهم. اوكي هسا having the chaperone زي ما قلنا اشي كويس او اشي مفيد معظم الحالات. اوكي لذلك في عنا بعض الجايدلاينز او بعض الامور يلي لازم يتبعها الطبيب بهاي الحالات. منها adopt a policy that the patients are free to request chaperone. اوكي and ensure that the policy is communicated to the patient. الشابرون اللي هو عبارة عن المرافق. اوكي وبغض النظر اذا كان مرافق اللي هو جاي مع المريض او مرافق من المستشفى. اوكي ممكن انت اي مرافق من المستشفى اللي هو رافق هذا الطبيب مثلا قاعد بتعالج مثلا واحدة مريضة اوكي وجاية لحالها عشان يعني ما يصيرش خلوة الموضوع بتجيب معها المفروض اما يكون معها محرم او يكون معها مرأة فبالتالي بتجيب انت تشابرون يكون موجودة اوكي عشان يعني تقدروا تتعاملوا مع بعض. فيون الفكرة فهون فكرة التشابرون. اوكي فالبيشنت ممكن هو نفسه يطلب تشابرون فانت ايضا لازم توضح للبيشنت انه بامكانك ومن حقك تطلب واذا حتطلب راح نوفر لك. اوكي Always honor a patient's request to have a chaperone. Always. Okay. Have an authorized member of the healthcare team serve as a chaperone. إذن مهم جدا أو إشي كويس إنه يكون في عندكم من الشابرونز الموجودين بالمستشفى ناس من يعني من الطاقم الطبي يعملوا as chaperones. ممكن ممرضة ممكن حدا يعني من الطاقم الطبي نفسه. Okay. ليش؟ لأنه بكون هذول عندهم خلنا نحكي عندهم شوي من المبادئ. اوكي تحت البرايفسي والكونفيدنشاليتي وهالامور لانه ايضا بهمك انت تو استابليش كلير اكسبكتيشن ذات ذا تشابرونز ويل ابهولد بروفيشنال ستاندردز اوكي اوف برايفسي اند كونفيدنشاليتي. اذا هيك انت بتقدر تضمن اوكي ان التشابرون هذا موثوق زيه زي الدكتور ما هو بده يكون. اوكي ان جنرال يوز ا تشابرون ايفن وذ ذا بيشنت تراستد كومبانيون از بريزنت. يعني حتى لو المريض جاب مرافق معه بتجيب له انت مرافق من المستشفى ايضا زياده. اوكي جزاك الخير خيرين. ومش بس هيك هسه وجود الشابرون قلنا انه اشي كويس اوكي ولكن في بعض الحالات اوكي بنضطر انه لا بدناش الشابرون فيهم. اوكي مثلا لما when we are يكون في تبادل exchanging للsensitive information مثلا. اوكي سو مرات بتضطر انت انه لازم توفر فرصة انه for private conversation with the patient without the chaperone. اوكي تستأذن الشابرون انه اطلع برا شوي خمس دقائق. Okay. This also you should minimize the inquiries or history taking of sensitive nature during the chaperone examination. Okay. إذا بوجود الشابرون الواحد بده يدير باله أيضا إنه ما يسربش بيانات المريض. صحيح إنه هذا رح يكتم سره ولكن برضه المريض مش دائما رح يكون خلنا نحكي comfortable بأنه يعطي أسراره هيك. حلو حلو. هسا خلنا نحكي عن gifts from patients. Okay. Patients offer gift for many reasons. Okay. حنأخذ عن ثلاث أسباب أساسيات. أول سبب expression of gratitude or reflection of the cultural tradition. أوكي طبيب كويس محترم وكان جدا ممتاز معكو حبيت تهدي مثلا علبة شوكولاتة على سبيل المثال. So this is expression of gratitude. أو مثلا أنت عندك في عاداتك إنه تقدم له مثلا إشي يأكل أو إشي أوكي أو هدية أو اللي هو فهاي بهاي الحالة. أوكي accepting this gift will enhance the patient-physician relationship. إذن we advice الفيزيشن انه يقبل هاي الهديه. اوكي لانه expression of gratitude or cultural tradition فهل قبولك الها راح تقوي العلاقه بينكم. بعض الهدايا بيكون هدفها لا بيكون هدفها انك تنبه المريض انه I require some attention. اوكي مثلا يكون مثلا بتعرض لابيوز او لاشي او هاي مثلا او يكون عنده مثلا مرض معين او كذا فبالتالي بتنبه المريض بتنبه الطبيب الى وجود انه you need some attention. اوكي هسا السبب الثالث for giving these gifts to secure or influence care or to secure preferential treatment. يعني بالعربي رشوة. حلو اذا هذا النوع اللي هو رشوة هذا طبعا النوع قبولك لهاي راح تخرب العلاقة بين الpatient physician relationship. اوكي لانه it can undermine physician obligation to provide service fairly to all patients. اذا انت عمالك بتهدد اوكي الاساسات المبنيه انه الطبيب مطلوب منه يوزع حكينا احنا الديستريبيوشن اوف الهيلث كير فيرلي تو ذا بيشنت. اوكي فبالتالي وجود هاي الرشوه راح تخبص هاي الامور. حلو فبالتالي لا المفروض انه يرفض
هاي الرشوة. Okay, so the interaction of these factors is complex. The physician should consider them sensitively before accepting or declining a gift. Okay, إذا كطبيب واحد قدم عليك هدية بدك تفكر ليش عماله بيعطيني الهدية، هل الهدية مناسبة ولا مش مناسبة، هل الهدية too much ولا مش too much، هل إذا بقبل الهدية يعني هو متوقع مني إشي مثلا زيادة ولا لا، هل الهدية مثلا بس هيك عن حسن نية ولا هي رشوة تعتبر ولا إيش الوضع. فالواحد لازم يقعد شوي مع حاله يفكر قبل ما يرفضها أو يقبلها، لأن ممكن الواحد يرفضها تكون هي مثلا بنية صالحة الهدية كإكسبريشن أوف جراتيتيود وترفضها، فبالتالي يعني يأخذ على خاطر المريض. فأيضا حتى بالديكلايننج أجفت الواحد بده يفكر شوي. لذلك في عنا بعض الجايدلاينز اللي لازم نمشي عليهم، أو بعض خلينا نحكي بعض الأمور اللي لازم يعني نحطهم بعين الاعتبار لما يكون في gift is offered. أول إشي be sensitive to the gift's value relative to the patient or physician's means. Okay؟ إذن بدك تنتبه لـ value of this gift. زي ما قلنا ممكن تكون very large value. Okay؟ disproportionate. Okay؟ Or when the physician would be uncomfortable to have the colleagues know that he have accepted a gift. Okay؟ إذا واحد أعطاك هدية جدا كبيرة قيمتها جدا عالية وانت مش مرتاح بانك تقبلها او مش حاب الناس يعرفوا انك اخذت هديه غاليه هالقد، فبهاي الحاله you decline it. Not allow the gift or offer of a gift to influence the medical care. اذا ابدا وجود الهديه خلص هاي بيني وبينك شكرا لك، اوكي، ولكن الميديكال كير اللي راح تحصله مش المفروض يتاثر لا زياده ولا نقصان بسبب هاي الهديه. Decline a gift, okay, إذا كان accepting this gift would present emotional or financial hardship to the patient's family. يعني ممكن العائلة هاي مثلا مثلا عندهم their own financial issues ويجي هذاك مثلا المريض يعطيك هدية جدا غالية، okay، فإذا قبلت هاي الهدية أنت مثلا هيك أنت قاعد يعني تخليهم يتحملوا تكاليف زيادة هم في غنى عنها، اوكي، فممكن الاهل مثلا اهل المريض مثلا يزعلوا او يتضايقوا او كذا، فبالتالي بهالحالة الاولى او الافضل ان الواحد لازم يرفض هالهدية. Physicians may wish to suggest that the patient or family make a charitable contribution in lieu of Bacchus in keeping with the ethical guidelines. بعرف شو يعني هاي بس يعني احفظوها، يعني صدقا بعرفش، حاولت ادور وما استفدت، فالبعرف يفيدنا او خلص انسوا الموضوع احفظوها. اخر اشي ethically sound innovation in medical practice. اوكي، انه الطبيب لما يجي يعمل مثلا خلينا نحكي اختراعات وزي هيك، اوكي، فانوفيشن بالميديسين كان رينج فروم امبروفينج اكزيستينج انترفينشن ان عمليه معينه تحسنها، اور انتروداكشن اوف ان انوفيشن ان وانز اون كلينيكال براكتس فور ذا فيرست تايم. اذا تجيب انت انترفينشن جديد تخترعه، او تو يوز ان اكزيستينج انترفينشن ان نوفل واي، اذا تستعمل انترفينشن موجود ولكن لغير ما استعمل بالسابق لسبب اخر تستعمله، or translating knowledge from one clinical context into another. حلو، اذا كل هاي الامور بتصب في الانوفيشن. So الفيزيشن لما الفيزيشن يشارك بالانوفيشن، اوكي، بدعم عدد من الشغلات الايجابيه، اوكي، بيحقق عدد من الشغلات الايجابيه، منها advanced medical knowledge, improved quality of care, promote the well-being of individual patient أو larger community. إذن كل هاي فوائد مترتبة على إنه الـ physician ينخرط في الـ innovation. أوكي؟ أوكي، هسا بقول لك قبل ما الواحد يدخل أو الواحد لما يجي بده يدخل بالـ innovation بهذا المجال ويبلش يستكشف ويخترع ومش عارف شو، في أمور لازم أيضا يحطها بعين الاعتبار. من هاي الأمور innovate on the basis of sound scientific evidence and appropriate clinical expertise. ما تقعدش تهبد، حاول انك تثبت من العلم اللي عندك، اوكي، تبني اكتشافاتك على sound scientific evidence مش بناء على مثلا خيال ولا اشي زي هيك، اوكي، فهاي المفروض تأسس اساس صحيح. Seek input من colleagues or medical profession in advance or حتى as early as possible. Okay؟ إذا الواحد مطلوب منه يدور على زملاء أو يدور على ال colleagues ويصير يأخذ منهم feedback أول بأول، okay، بأقرب فرصة، okay، عشان إنه تقدر من البداية حتى وأنت قاعد بتسوي الأساسات لهذا innovation، okay، إنك تقدر تعدل عليه وكذا. Try to minimize the risk and maximize likelihood of benefit. اوكي، هاي اشي بديهي جدا انه بدك تقلل الريسك وبدك تزيد البنفيت، اوكي، من هاي الانوفيشن. بي سنسيتيف تو ذا كوست امبليكيشن اوف ذات انوفيشن. اوكي، في كوست امبليكيشنز مترتبه على هذاك الانوفيشن، اوكي، ف يو نيد تو بي سنسيتيف فور ات.
be aware of influences that may drive the creation and adoption of innovative practices for reasons other than patent or public benefit. إذا الواحد ببلش بقول لك أنا والله بدي أعمل الانوفيشن عشان أحصل براءة اختراع، أو بدي أعمل أنا الانوفيشن عشان أفيد الناس. كويس، السببين كويسات ممتازات، ولكن دير بالك إنه تنجرف كو تتغير your means okay من هذول الشغلتين إلى أسباب أخرى لا سلطان لنا بها. اوكي، فالواحد لازم يضل مراقب حاله انه يعني ما يصيرش عنده other motives لهاي الانوفيشنز. اوكي، وحتى لو صار عنده المهم انه يكونوا اشياء positive. اوكي، يعني الباتنت اور البابليك بنفيت اشياء كويسه، ممكن الواحد يعني يصير عنده موتيف اخر افضل. اوكي، ولكن معظم الاحيان بتنجرف الى اسباب اخرى. بس والله يعطيكم العافيه وبالتوفيق. طبعا ان شاء الله يعني هيك الماده خلصت، اللي عنده اي سؤال يبعث وإن شاء الله يعني إذا شفت بجاوب. بالتوفيق ويعطيكم ألف عافية.